أهلا بكم. ما تشاهدونه في هذه المشاهد يمثل عاما كاملا على الدمار والخراب الذي أحدثته حرب الإبادة الإسرائيلية هنا في قطاع غزة. عام كامل أحدث هذا الكم الكبير من الدمار، ولكن هذه المنطقة، منطقة وسط البلد، لم تكن بهذا الدمار ولا حتى بنصفه قبل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. هذا المكان وفي هذه الأوقات بالتحديد وهذه الساعات من النهار كان هذا المكان يكون دوما يضج بالحياة ويعج بالمواطنين وبالسكان. هنا ما تشاهدونه من هذا الركام كان جميع مناطق تجارية ومحلات تجارية تمثل عصب المدينة وعصب هذه المنطقة، منطقة وسط البلد بمدينة خان يونس. نسلط الضوء وإياكم على هذا الخراب والدمار الذي حل بهذه المنطقة في مدينة خان يونس، وبالتحديد هنا مع لجان الحي والمواطنين هنا في هذا المكان، وما الذي أحدثته هذه الحرب من هذا الدمار والخراب في هذه المنطقة بالتحديد. مع الأستاذ، يعطيك العافية. الله يعافيك. تيسير شبير، أمين سر لجنة حي مركز المدينة البلد. الله يعطيك العافية أستاذ تيسير. الشارع ما كانش هيك خالص قبل الحرب، كيف بتشوف الوضع هالقد بعد سنة؟ والله هذا الشارع من أهم الشوارع الموجودة في مدينة خان يونس. هذا الشارع معروف لدى الجميع، لدى قطاع غزة، لدى الخارج حتى، أنه هذا الشارع مهم جدا. كان يعني الشارع هذا حيوي فوق ما تتصوري. احنا كنا لما كنا بدنا نيجي هي نتسوق، بدنا شغله نيجي على الشارع هذا، حتى كنا نيجي يعني ناخذ يعني قسط من الراحه في هذا الشارع، لانه من جماله ومن شارع يعني اقول لك كان زي ما انت شايفه، كان شارع يشتهر بالعيادات الطبيه، وكان يشتهر ب محلات الهواتف والجوالات، به شركات ومؤسسات، كان في استوديو اسمه استوديو القدس، كان كل السكان والناس تيجي في هذا المكان، وكانت يعني تتصور، تاخذ حلقات تصوير، تعمل جلسات تصوير. يعني كان شارع مليء بالحياة هذا الشارع، شارع الميكانيكية هنا في وسط البلد في خان يونس. يعني الدمار الكبير اللي لحق بهذا الشارع، يعني شو كان يمثل لكم هذا الشارع في هذه المنطقة؟ هذا الشارع بقول لك من الشوارع الرئيسية لمدينة خان يونس، يعني احنا بنعتبره من أهم الشوارع، خاصة من ناحية التجارة. يعني كان يشتهر بالتجارة، كان مواصفاته كل الناس كانت تيجي وتزوره، لأنه لو بدي أحكي لك عن الطموحات والأحلام في هذا الشارع كبيرة جدا. يعني احنا اليوم زي ما أنت شايفة، مش عارف ايش اقول لك، دمار شامل. حتى السيارات والعربات ما بتقدر تمشي كثير في هذا الشارع، لانه ايضا البنيه التحتيه تدمرت. صحيح، الدمار كبير جدا في هذا الشارع، يعني تقدر تقول الشارع هذا مدمر بالكامل، منه كلي ومنه جزئي، حتى المحلات التجاريه اغلبها مدمره زي ما انت شايفه. كان هذا بنيه تحتيه، يعني البنيه التحتيه كانت موجوده تحت الارض، كانت الكهرباء حتى موجوده تحت الارض. يعني هذا عندما قمنا بطلب، يعني عملنا اللي هي الشبكة تحت الأرض حتى ما تعرضش الناس اللي ماشية وتمشي بكل سهولة. شبكة الكهرباء والاتصالات شو صار فيها في هذا الشارع هلقيت؟ الشارع هذا هلقيت لا يوجد لا صرف صحي، ولا يوجد اتصالات، ولا يوجد كهرباء، ولا يوجد بياع، كله مدمر بالكامل. يعني قبل أيام كانت هناك بركة، كانت بركة كبيرة جدا تأذى منه بعض السكان اللي رجعوا من الأماكن المواصي حتى يدخلوا في هذا الشارع، وخرجوا تاني لأنه ما قدروش يكملوا. بركة صرف صحي؟ صرف صحي، صحيح. ويعني قد ما أحكي لك عن هذا الشارع مش عارف، يعني بعز عليكم أنه يكون كثير جدا جدا. عندك يعني شركة جوال كمان، يعني مقابل هذا الشارع اللي هو شارع الميكانيكية، شركة جوال مدمرة بالكامل.
للأسف الشديد يعني الله يعطيكم العافية، كان الله في عونكم. سنشوف نرى هنا إحدى المواطنات، يعطيك العافية. الله يعافيك. كيف حالك؟ الحمد لله تمام، كيف حالك أنت؟ الله يسعدك يا رب. أنتم موجودين هنا يعني أنتم سكان هذه المنطقة، منطقة وسط البلد، يعني كسيدة فلسطينية شو كان بيمثل لك هذا الشارع وهذا المكان؟ هذا الشارع أنا تربيت فيه وكان كتير كتير حيوي، كانت المحلات كتير فيه، كانت فيه الناس، كانت فيه الحياة كتير حلوة. بس لكن بعد الدمار اللي شفناه بعد 7 أكتوبر كان ما لقيتها، فيش ناس، فيش ناس والوضع خالي، كمان فيش حتى الشوارع فاضية ما فيش ناس، وحتى لو في بيت واقف البيت يا إما محروق كليا ما فيش فيه سكان، ومعظم الناس كلها هيتها ما انت شايفاها على المواصي يعني. أما فيش غير يمكن إحنا اللي موجودين هنا اشتقنا لبيتنا وهيك، الحمد لله إنه ضاير يعني البيت موجودين ساكنين هنا وسط الدمار، ركام من كل جهة. طبعا ركام، وكفي كفي أحكي لك إنه لما بتطلع من شباكك وهيك بتشوف الدنيا بتقولي إيش إحنا وين كنا، بتفكر حالك إن أنت بتحلمي، هذه بيوتنا، هذا هدول الناس اللي كنا نشوفهم دايما، حتى صرنا نفقد ناس كتير يعني، لقيت إحنا بندور على الناس اللي كانت جيراننا وأحبابنا، فيش حياتنا صارت صعبة مش زي أول. كان الله في عونكم، الله يحفظكم إن شاء الله. شكرا جزيلا لك. سنتابع وإياكم مشاهدينا الكرام هذه الجولة ونرصد لكم أثار الدمار والخراب في هذا الشارع، وأيضا مع الأستاذ تيسير. يعني أستاذ تيسير، نحن نسير في هذا الشارع لا نصدق ما الذي حل به، يعني بعد عام كامل على الدمار تم قصفه أكثر من مرة وتم استهدافه أكثر من مرة، وأيضا في عمليات التوغل التي كانت تجري، العمليات البرية، كان الاحتلال أيضا يستهدف هذه المنطقة. برأيك لماذا يعني يستهدف الاحتلال أماكن عامة بهذا الشكل، يعني فيها مطاعم، فيها محلات تجارية؟ أي هنا نتابع عيادة أسنان لأحد الأطباء مدمرة بشكل كامل، وبالطبع كل الأجهزة الموجودة فيها تدمرت كذلك. صحيح. يعني احنا إذا بدنا نحكي على الدمار، الاحتلال تعمد تدمير الاقتصاد الفلسطيني، تعمد بتدمير حتى الشعراء والصحافة، وتعمد بكل شيء موجود في هذا المكان. يعني هذا المكان أنا بستغرب جدا يعني ليش تم دمار هائل يعني، ومتواجدين أيضا ناس هناك، يعني كيف بيقدروا برأيك يعيشوا في هذا المكان المليء بالدمار؟ هذا المكان يعني قبل أول الانسحاب رجعوا الناس، وبعديها نزحوا حوالي 4 مرات من هذا المكان. المكان هذا كل ما بحاولوا يكونوا حالهم وإنهم يعيشوا زي بقية العالم بيدخل الاحتلال وبيتوغل في هذه الأماكن. يعني 4 مرات تم نزوح المنطقة، شايف كيف؟ ويعني بصراحة ما بيقدروا يكونوا حالهم ولا بيقدروا يعيشوا في الفترة هذه خاصة، لأنه النزوح الموجود يعني لا يتعدى ما بين 10 أيام، كان 4 مرات نزوح في هذه المنطقة. يعني الأمر صعب، حتى الناس اليوم عندما تريد أن تنزح صار يكلفها كثير النزوح. يعني أنت بتتكلم اليوم بدك ميزانية كاملة للعربات. صحيح، الوضع صعب جدا، وأيضا هنا يبدو خيمة عزاء في نفس الشارع. يعطيك العافية يا عم. الله فيك يا عم، أهلا وسهلا. عظم الله أجركم بداية. كان الله في عونكم. عون جميع المسلمين. خيمة عزاء هنا في هذا خيمة الشارع. خيمة عزاء، نعم خيمة عزاء. لبنتي رشا محمود شراب، متجوزة مع طه، مع محمد طلال أبو طه. شو اللي صار معاكم؟ اللي صار أول امبارح في الليل تحاصروا في أثناء ضرب الصواريخ تاعت إيران على إسرائيل، تحاصروا. صار في نفس الوقت توغل وقصف على خانونس. في نفس الوقت كان في توغل على خانونس من قبل المحتل، من ثم حاصروا المنطقة اللي فيها هي حي المنارة، حصروهم في قلب دار من ضمن اللي حاصروا ما يقرب على 12 نفر من دار أبو طه، فضربوا دار بجميع القذائف اللي هي ليش الدبابات، من ثم ذلك ضربوهم. مين كان فيه في البيت؟ معظم سكان المنطقة الحارة لهم فيها في متكيف، كلهم أنسات ولا ذكر فيهم، كلهم سيدات. كلهم الحمد لله استشهدوا، وهذا أمر الله وقدر ما شاء فعل. وعاملين بيت العزاء هنا في خيمة يعني في وسط الدمار في هذا الشارع. هنا أقبال ضاري عامل بيت عزاء يعني في متكيف، لأنه مش قادر أروح أعمل غاد بيت عزاء،
فهنا اخوالي واحبابي وجيراني هنا بيجوا بيعزروني، والحمد لله اللي من الله يا محلاه، ايش نسوي؟ متعلقين بهذا المكان وبهذا الأرض على نعم الرغم هذا أنه دمار هذا يعني. هذا شيء اكيد، احنا هذا مسقط راسنا يعني، يعني وين ما بدنا نروح بدنا نرجع على مسقط الراس الا ان يشاء الله يعني. ان استشهدنا هنا استشهدنا، ما استشهدنا سمينا احنا في بيوتنا، ايش هذا نسوي بيتك يعني؟ يا عم؟ هذا بيت وبيت اخواني، هذا البيت يحتوي على 255 نفر، هذا بيننا احنا من مع ابونا واحنا عمرنا اطفال صغار، فهمت كيف؟ والحمد لله هذا بيت يعني هو تقريبا اول بيت مبني في الحاره هذه، من ثم بعد هذه كلها بنادق جديده هذه، وزي ما انتم شايفين هذا ايش صار كيف نزل مش عارفين، هذا امر الله. شيء هذا ان شاء الله نحتسب عند الله احنا امواتنا وابناء شهداء. وعلى الرغم من البيت مدمر ونازل بشكل كامل، انتم بتفضلوا تضلوا موجودين هنا. ما هو احنا الحمد لله من كثر ما نزحنا اعطيت تقريبا 10,000 شيكل، اخر شيكل قلت والله ماني طالع الا ياما بنستشهد هنا ياما بنتمنى ايش الله بكتب لنا بدنا نشوف. هذه الخيمه شحتناها من جيراننا. وين عايشين هالقيت في هذه الخيمه؟ الخيمه هذه انا وبناتي ومرتي، الخيمه الثانيه فيها ابني جنبه، المطبخ هذا عملناه كخيمه نقعد فيها، فهمت كيف؟ هذا لملمته هذا كله من الشارع من هنا لملمته، هذا الابواب جبته من محلي ومحلي راح كليته. الحمد لله يعني سترنا حالنا، وهذا زي ما انتم شايفين قاعدين يعني، فهمت كيف؟ يعني اذا شو رسالتكم من البقاء هنا في هذا الشارع في هذا المكان المنكوب والمدمر على الرغم من حجم الدمار الكبير؟ اول شيء يعني احنا لو صح لنا مخرج حنطلع الى ان تهدي الحركه، اما بعد كده ما فيش يعني، قاعدين هنا صامدين، لكن صامدين غصب عن انفنا مش بخطرنا، لانه الانسان بيعمل في حياته يربي اولاده، اما نفقد اولادنا هذا الله ما امر ابوه يعني، لو لقينا احنا مراس نطلع عليه ونرجع بعد كده اما احنا نقول لكم عايشين بخطرنا والله ما بخطرنا. صعبه الحياه يعني. الحياه صعبه جدا جدا يعني، اصعب حاجه خط المياه، هذا ملوش عندنا اسبوعين جاي، هذا جبناه جديد، جبناه بمعاناه، فالحمد لله هاي صامدين قاعدين. كان الله في عونكم، الله يعطيكم الصحه يا رب. اذن كما نتابع مشاهدينا الكرام يعني هي جوانب كثيره يمكن الحديث عنها في هذا الحال، عام كامل على الحرب ولا تزال الأهالي تنصب خيامها أمام ركام منازلها، عام كامل على تدمير هذه المنطقة، منطقة وسط البلد بالتحديد شارع الميكانيكية، ولكن الناس يحاولون استخراج ما يمكن استخراجه ويحاولون أيضا البقاء على قيد الحياة رغم كل هذا الدمار والخراب وحرب الإبادة التي تشن عليهم منذ عام ومستمرة حتى هذه اللحظة. هذه نهاية جولتنا، كنت معكم أنا علا أبو معمر لقناة الجزيرة مباشر، خان يونس، فلسطين.